مساء الخير مشاهدينا، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج العائلة الأول في ليبيا. برنامجكم أيوة هذا صح. حلقتنا منوعة كالعادة مشاهدينا كيف ما عودناكم، لكن في البداية خلوني نرحب بالفرقة الموسيقية حمد، إيهاب، ويتي، سامو وجو. كنا مجهزين قصة في الإعداد لكن اخترت علي قصة واحدة أخرى تماما، خلوني نحكيها لكم. هو موقف صار معي أنا شخصيا في أوائل التسعينات أيام الإعدادي وقتها، وأيام كنا نلعبوا في البطش وطقة وركب عسكري والجو هذا يهب ما غباك. درست علينا سيارة وقتها داتسون العائلية، عرفت شكلها اللطيف هذه، وطبعا الطارقة وقتها كانت مقسومة اثنين بنغازي خاصة وملونة نصف طيام مانيش عارف كيف الـ الـ عموما اللي صار ان نزل منها واحد اجنبي. طبعا السيارة كلها كانت مليانة عائلة وبنات وشباب مجموعة، ونحن كنا قاعدين في الشارع. اللي صار ان الرجل نزل يسأل على حوش او مكان معين، خلينا نقول انه هو سأل على حوش حمد الحاسي مثلا، اكسكيوز مي حمد الحاسي مش عارف ايش. واحد من الشباب طبعا الانجليزية وقتها يعني كيف ما انتوا توا قاعدين تحكوا ياباني بالضبط يعني. فجاء قال حمد الحاسي، قال يس، قال له بليز بليز تعال بليز، يعني انا توصف لك حوش حمد الحاسي. الرجل قال له يس ثانك يو، قال له يو بليز بليز بليز، يعني خليك تقول هذه الترجمة. بعدين قال له بليز بليز واحدة يعني مين، قال له بليز بليز حمد الحاسي، يعني انت وصلت لمكان عندها. وقتها كانت صعبة الترجمة. ما شاء الله تكلم بليز كويس. هذه الموقف اللي خطر علي وحبيت اني نشارككم به. أغنيتنا الأولى من كلمات الشاعر نبيل الجهمي بعنوان قلتي، لحنها وأداها أو غناها الفنان الكبير أحمد فكرون، نسمعوها من إيهاب. ما يخلصني
نرحب بكم مرة أخرى مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم دبليو ليت شو، وكالعادة بدايتنا محلية وتحديدا من بنغازي. شدنا موضوع اللي هو موضوع الفروسية والإقبال على تدريب الفروسية من الفئات العمرية، من الأطفال والبنات، خصوصا فئة الإناث. يعني في يعني إقبال شديد على هالتدريبات وعلى موضوع الفروسية، لدرجة أنه هو اللي لفت نظرنا أثناء فترة الإعداد، وحبينا أن نحن نسلط الضوء عليه شوية ولو من زاوية صغيرة. وبخصوص هالموضوع معانا إنسان أو شخص خبرة 20 سنة في مجال الخيول وتدريب الشباب على ركوب الخيل، وأيضا هو مدير المربط الليبي للخيول العربية، وأيضا مقرر في الاتحاد الليبي للفروسية. رحبوا معايا مشاهدينا بصديقنا الكابتن أيمن قرقوم. مرحبتين بيك أيمن. مساء الخير زهير، مساء الخير القناة ليبيا دبليو تي في، القناة الجميلة الرائعة اللي دم خفيف. تسلم. نحييك ونحيي الفرقة المصاحبة لك، السيد إيهاب والسيد أحمد حبيبنا أظن وجمهورك الرائع. تسلم تسلم كابتن أيمن. كابتن أيمن، زي ما سمعتني قلت إن في إقبال الفترة هذه بالذات على الفروسية من الفئات العمرية، شباب صغار وبنات صغار، وفي شغف بالموضوع هذا. احكي لنا على الفترة هذه بالذات، وأنت اللي تشوف فيه، طبعا أنت راجل لك 20 سنة في الموضوع هذا، أكيد متغيرات واجد بانا عليك، نبغى نسمعه منك. نعم نعم زهير، طبعا نحن ربينا في الهواية هذه وخشينا على الفروسية والخيول على يدين الناس الأفاضل اللي قبلنا اللي ترحموا عليهم جميعا، وعلى رأسهم كابتن محمد صغير رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، ترحموا عليه في اللحظة هذه، وتربينا على أساس صحيح، تربينا على أساس صحيح في الفروسية، وشفنا الناس اللي قبلنا وطلعنا برا وشفنا. طبعا الفروسيه زهير هوايه راقيه جدا، تعطي ثقه في النفس وتخش في تكوين الطفل، لان هي هوايه غير كل الرياضات الثانيه. الفروسيه هي رياضه يعني كيف نقول لك، التعامل مع روح. انا نعتبر فيها نعتبر فيها من التراث الانساني، يعني في جميع الدول العالم الفروسيه لها مكانها. طبعا 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 الفروسية الموروث الحضاري اللي أجدادنا وأهلنا، والفروسية هذه لعبة يعني تخش في صقل شخصية الأطفال. يعني هم نحن عندنا في المدرسة نقبله من عمر 6 سنوات، 6 سنوات يكون نسبيا نموه علميا اكتمل وجاهز لركوب الخيل، تعطي ثقة في النفس، وحتى يلاحظ من في شخصيته وفي ردوده الطفل كيف يتغير، إنه هو شخصية تقوى وردودة وكلامة مع الناس، ويعني حاجة بصراحة مش عادية ركوب الخيل. وهل فعلا زي ما أنا حكيت إن الفترة هذه بالذات في إقبال من ناحية الفئات العمرية، العائلات يجيبوا في أطفالهم وبناتهم للأندية بصفة عامة؟ نعم نعم، ونحن في ليبيا كلها وبنغازي خاصة فيه نهضة كويسة في المجال الفروسية، القطاع الخاص، المدارس هذينا في 2019 في 3 مدارس فتحن للفروسية، والناس بدوا يوعوا للموضوع يا زهير. نعم. الناس بدوا يعرفوا أن الفروسية هذه لعبة كويسة. نعم، نحن قاعدين نشوفه في لقطات من المربط الليبي وبعض الفرسان والفريسات معانا توا أثناء الحديث. كمل يا أيمن. معناه ننتهز الفرصة نعطيكم نبذة على المربط الليبي للخيول العربية الأصيلة. طبعا تم إنشاء المربط الليبي لتربية الخيول العربية الأصيلة خلال العام 2010، وتم اعتماده من الجمعية الليبية لمربي الخيول العربية الأصيلة. طبعا في عدة مرافق، هنا 50 إسطبل فردي لإقامة الخيول بمساحة الغرفة 20 متر مربع، تحتوي الإسطبل عليه حوض مياه وحوض أكل، أعلاف، عيادة بيطرية متخصصة بالخيول، حوض سباحة لغسيل الخيول بعمق 3 أمتار، حلبة تمارين آلية بسعة 5 خيول المتر والماشي، عدد 5 حلبات تدريب مسيجة،
حلبة عروض دائرية لمسابقات الجمال الخيول العربية الأصيلة. طبعا هذا المسابقات نحن متخصصين فيه. نعم. الجمال الخيول العربية الأصيلة وعندنا فيه جوائز كويسة يعني حتى عربيا يعني. حلو. كابتن أيمن أنا سؤال هيك ونبي منك إجابة مختصرة إلى حد ما. الهدف من الشيء اللي أنتوا تديروا فيه اللي مشكورين عليه وحاجة عظيمة طبعا اللي أنتوا تديروا فيها، الهدف الأساسي اللي بتوصلوا له شنو؟ والله الهدف الأساسي يا سيد زوير هذا بالنسبة للخيول العربية الأصيلة، هذا الهدف الأساسي بالنسبة للرياضة الأساسية اللي هي قفز الحواجز، أن تشكيل فريق كويس ينافس محليا ودوليا. ونحن توليه مدينة في صدد بطولة، في بطولة فارسات ليبيا اللي تقام إن شاء الله في نادي شهداء بنغازي، هذه مخصصة للفارسات وهذه ظاهرة جديدة أول مرة يعني. النادي شهداء بنغازي مشكورين عليها التنظيم والإدارة وصاحب الفكرة الكابتن هشام هاشم. يعني بصراحة حاجة كويسة، والفارسات نحن عندنا حتى الفارسات على مستوى عالي جدا يعني ما شاء الله. بنغازي يحب الخيل ويحب يهتم بالخيل، وبصراحة ما يقلنش أهمية علي الشباب، على الاطفال الشباب يعني. كابتن ايمن انا نحييك ونحيي جهودك انت وكل الكباتن اللي معاك، وهذه فعلا شيء زي ما قلت لك عظيم جدا، نتمنى ان نشوفه افضل وافضل. للاسف الوقت ما يسمحليش اني ندرس معاك اكثر، لكن ان شاء الله يوم الايام حتكون معانا او يكون حد من الفرسان معانا في الاستوديو يا كابتن. أشكرك سيد زوير، ونشكر قناة WTV، وشكرا لإتاحة الفرصة والوقت لتعريف برياضة الفروسية. ونحب إن عندك من ضمن الستاف اللي عندك أنت واللي هي معدة برامج الفارسة خديجة العمامي، هذه فارسة تحية خديجة عملها موجهة لتحية من مباركم يعني. ولك تحية برضو كابتن أيمن، وشكرا على المعلومات القيمة. مع الفارس زهير براسي على جواد بحر السلام. نعم بحر السلام يستاجل الحواجز بدون أخطاء زمنية في الطريق من بحر السلام. شكرا كابتن أيمن. ومن الفروسية ومن بنغازي نمشي ونشوفه مع بعضنا من كل مكان. في دبليو ليت شو دائما نركزوا على اللمسات الفنيه، والمره هذه حنشوفوا فيديو مع بعضنا لفنان رسم لوحه بطريقه فنيه جميله ومبهره جدا، نشوفوا مع بعضنا. ورسام صاحبه بطريقه، حتى لما قلب الصوره صاحبه خذا وضعيه العين بحيث تكون الشكل نفس الصوره نسخه، وما يشوفش في المكان اللي يرسم فيه، ما يشوفش فيه. هنا الشطاره على جنبك حساس، ايش رايك في الحساس؟ في الحساس مفرط مش معقول ما شاء الله. الاجواء العائليه دائما، وخصوصا لما الاب والام والابناء يقضوا وقت وانسجام مع بعضهم، له طعم ولون معين او لون خاص، ونشوفوا مع بعضنا الفيديو هذا مصحوب بالموسيقى. исполняет трио. Мама снимает, да, Таня.
عندك ملاحظات يا حمد؟ عندك ملاحظات ما عجبك شكله؟ لا بالعكس طاح منا لقاعه منو؟ العي صغير طبعا في طيحة شوية بس قصدي البنت، البنت هي اللي ماشية زي ما يقول الكتاب. ما شاء الله ما شاء الله. بس هكذا حتى العي أعطيه كم يوم مش سنة، أسبوع تقعد من فوق شوية بس تمبو تمسكه صح؟ الكلمة ديما محسوبة على صاحبها، يا بال لما تكون متسجلة وعلى تلفزيون ومشجع متعصب للفريق بتاعه ورجيلة من أداء الفريق بتاعه والأمور مشان بطريقة مختلفة تماما. نشوفه مع بعض. ما في فريق تعبان، إدارة تعبانة، في الزيارة مسوي عليك شو شو طالع، خلي الكاميرا على الملعب وشو شو اللي هذا لعب هذا شو ها الله ها ها شوف الفريق تاع درقول وراحت هي اسمع حاجتها دينا يا زهير. المشجعين انا واحد من الناس يعني نتفرج على فريق شجع فيه ونحبه لازم ننتقده، ومرات في انتقادي في لحظه يقلبوا لي الانتقاد هذا بكل تطلع انت نطلع انا يعني بوش نيف زي ما يقولوا. طبعا ديما يقولوا المتفرج ديما سطاح فيطلع منها خير. اغنيه بعنوان روحي بالسلامه او كيف ما عرفناها نحن روحي يا وهران بالسلامه للشاب خالد، نسمعوها بطريقه حميد الشاعري من حمد الحاسي.
حلقتكم مستمرة مشاهدينا من برنامج دبليو ليت شو، وتو جاء وقت ان احنا نستقبلوا ضيفتنا. ضيفتنا اليوم إعلامية من فئة الشباب، عندها العديد من الأنشطة، تبذل في مجهودات خارج الصندوق عشان تظهر مجتمعها ومدينتها بأبهى وأجمل صورة. دائما عندها الابتكار ودائما عندها النشاطات الناجحة. رحبوا معايا بالإعلامية مي بوشناف. مي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وأنستينا في دبليو ليت شو، متعبينك معنا تصوير وظروف وإضاءات وجو، لكن بالعكس لي شرف. شكرا. شرف لنا مي. قبل ما نبدأ دردشتنا وقبل كل شيء في الحلقة، خلينا نعرفوا جمهور أكثر بمي بوشناف من خلال الإنفو اللي حنشوفوه مع بعضنا تو. مي للأمانة نشاطات ومهرجانات، غير أنك أنت مقدمة نشرة، وكان يعني حنجوه الموضوع هذا، لكن نشاطات وأجواء أسعدتي به إن فئة كبيرة من العائلات الليبية. كيف جاء مع أنك أنت خريجة قانون، يعني شنو علاقتك أنت بالأجواء هذين؟ هل هي هواية؟ هل هو كل إنسان عنده طاقات أكيد، وأنا مؤمنة بأن من كل بستان زهرة. قصة أنك تأخذ دراسة معينة وتأخذ كارير ومجال في حياتك وما تلتفتش لأي حاجة أخرى، خلاص أنت ماشي في خط سير واحد، لا غلط. نحن ربي لما خلق الإنسان عنده عدة مواهب وعدة قدرات يقدر يستثمرها ويوظفها في حاجة واجد. فالفكرة جت أن نحن طالعين من حارب، ناس متضايقة، أنا واحدة من الناس القديمين في وسط الصندوق الضيق اللي طالع من فترة نزوح واكتئاب وحالة نفسية صعبة. فقعدت يعني you create your own world، انك انت تصنع العالم متاعك اللي هو السعادة. ما فيش جاي نطلع برا نسافر، ما فيش امكانيات، ما فيش فلوس، ما فيش خطوط، ما فيش كذا، ما فيش جوازات، فنجيبوها جوا. فكلمت مجموعة من الشباب وبدأنا نخذوها. حلوة، ما فيش جوازات، عجبتني ما فيش جوازات النص حطتها. لا فعلا يعني ظروف صعبة، إمكانيات قليلة زي ما قلتي أنت، لكن مع ذلك طلعتي شغل الكل أشاد به، وفي من كان عنده نقد، لكن النقد برضو يدل على أن الشغل اللي اندار شغل حلو. بدايتك كانت مع مجلة الثقافة العربية، كيف ما نعرف شنو كان، شنو الشيء اللي أنت درتيه مع مجلة الثقافة العربية؟ أنا كنت في فترة الجامعة كنت أتصور في تصوير فوتوغرافي، وشاركت في العديد من المسابقات سواء على مستوى محلي أو مستوى وطن عربي. كنت ندز في الصور ونجتهد وكذا، وفي كان مجلة الثقافة العربية فكانوا عندهم باب اسمه جدلية اللون والصورة، يبوا مصورين فيه، فاشتغلت فيه على طول بعد ما تخرجت. كان يا فرحانه لاني تخرجت على طول وحصلت شغل يعني. ايوه، فكنت تصوير ورسم والاشياء دي كلها نجمعوا في اللوحات وديرين باب فني في المجله. بس انت يعني خريجه قانون ومشيتي للباب الفني للمجال، كانك انت كملتي القانون بس عشان تكملي وتخشي في مجال الاعلام، هيك حسيت؟ لا مش هيك، مش هي هوايه موهبه. لا هي هوايه، انا عندي هوايات واجد، وكل هوايه نحاول نستثمرها شوي، نوظفها يعني نقدم فيها شويه. الرسم كنت مشاركه في معارض، تصوير فوتوغرافي شاركت في معارض اخرى. انا كنت في ثالثه جامعه
طلبوني مره في قسم العماره اني نعطي محاضره، كانوا ياخذوا في حاجه اسمها تصوير ضوئي، يعني كنت طالبه في الجامعه في ثالثه جامعه ونعطي في محاضرات، انه مش واجد انه ممكن ثلاثه او اربعه، اعطيتهم في قسم العماره قريونس على فن التصوير الضوئي. يعني كان لازم انك انت يكون عندك مواهب تنميهن. اما فيما يخص القانون لا، بالعكس، القانون انا حاليا موظفه في الدوله ونشتغل بشهادتي في القانون، يعني بجانب الاعلاميه اللي هي متعاونه. يعني برافو عليك. عرفناك كاعلاميه في البدايه في ليبيا لكل الاحرار، كنت في يعني قارئه نشره، بعدها مجموعه من القنوات، ليبيا الاخباريه، ليبيا الحدث، الفضائيه الليبيه. كيف جاء دخولك لل للإعلام أو المتلفز أو التلفزيون؟ قصة هذه كنت نقرأ في أمريكا في علوم دبلوماسية وسياسة خارجية طبعاً. صارت الثورة، وقفنا قراية، قعدنا بس نبدير أي حاجة، عارف الحماس اللي صار لنا في 2011، ندير أي حاجة تجاه الواجب الوطني. فنحن كنا برا، فما كانش كيف نقدر نخش جوا للبلاد، لكن حاجة واحدة، أنا كان في إعلان على الفيسبوك يبوا متطوعين ليبيين من انحاء العالم يجوا للدوحه، وقتها كانت طبعا كنا حبايب وقتها ايوه، فلانشاء اول قناه ليبيه اعلاميه مضاده لنظام القذافي. فانا تطوعت ومشيت، كنت وقتها اول ما بديت كنت اتش ار، بعدين اشتغلت منسقه المذيعين برامجهم والامور هذين كلهم. بعدين طلبنا الاستاذ محمود شمام كان مدير القناه، طلب وجه نسائي. من قلت انا عندي جرأة ادبيه لكن ما نعرفش ولا حاجه، فدربني ثلاثة اسابيع ما كانش يدور في البرفكشن، كان يدور بس نطلع وننطلقوا. وبعدين البرفكشن والثقل صار على الهواء. وبعدين قضيت دورات، طبعا قضيت دوره في مركز الجزيره، قضيت مع البي بي سي ميديا اكشن في تونس، قضيت ثاني دورات ثقل بيننا. تحبي التحدي انت؟ اكيد عندي معك تحدي، تو نديروا مع بعضنا. نجيب الحركات، عندك مجموعه القطع هذينا، وانا عندي مجموعه كل واحد بالتكنيك بتاعه يحاول ان هو يدير اعلى برج بمجموعه الاخشاب هذينا. شو رايك نبدو؟ انت متدرب عليها شكلك؟ لا والله والله ماني متدرب. جماعتي مش مصدقين. وريني التكنيك هاي، ما نعرفش، انت حره، كل واحد وطريقته. هاي نبدو، هاي بدينا. استنى واللي يطيح نشوفوا من يدير اعلى برج. قصدك نسحبها وهي هيك؟ لا بال كيف ما تحبي انت، يعني بطريقتك. هنغش منك انا، ليش علاقه بيك حتى انا؟ اعلى برج. ايام الدومينو يا زهير هذينا. ايام الدومينو، ايام الدومينو هذينا يا زهير. يا الدومينو. بليز 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 بليز. على فكره بتاع بليز هذه خطرتني بموقف زمان صار لي في قبرص. كنت صغيره، كنت قبل اخش اولى ابتدائي. ولا كنت اولى ابتدائي، فكنت انا وبنت خالتي طالعين. ما تغشش عليك، غشيت مني. ما غشيت منك، شنو عارفك غشيت مني؟ طالعين انا وياها، كنا في عماره ودرنا الدور اللي نحن كنا فيه. صار فيها بليز. صار فيها بليز. وقعدنا نبكي ونحن صغار. فطلعوا لنا ناس يساعدونا. فانا ما نعرفش انجليزي، ما نعرفش الا حاجه واحده، نعرف نو بس. نو نو. فهي بنت خالتي تعرف اكثر مني انجليزي، تعرف نو يس. لا مثقفة. الناس طلعوا يبوا يساعدونا، فيدوا معانا، بس انا متاكده ان كانوا يسالوا فينا كان كم تبكوا ولا كم حاجه. انا اقول نو نو نو، هي تقول يس يس يس. حاجه والله. بليز بليز. خشينا على الدق راهو تفوق يا زهير. قلت بيك يا بولي. والله ما جاي، انا قلت لك طاقه ايجابيه، قلت لك ما متدربه قبل ما تجي، عرفت؟ ممكن تصبر. اعطيها خذي من زهير. روحك فزتي انت خلاص، خذي من زهير. كملتي انت؟ لا فزت عليك انا. برافو مي والله. اطول استخدمت كل الطول، انت استخدمت بالعرض ليش يا ستي؟ خسرت انا، مش مشكله، ناخذ الشيء هذا نحطوه هنا. من هوايات مي الرسم
السفر، واحيانا عندك في عزف على البيانو ومناش محرجينك تصبي تعزفي على البيانو اكيد يعني. وعندك برضو تجربه في الاخراج فيلم شقابيب الرعب. للاسف ما قدرتش نتحصل على على يعني اي نسخه من الفيلم، لكن نبي نسمع منك انت كيف يعني ما شاء الله يعني كيف جت التجربه هذه. ايام الجامعه كنت في قسم النشاط الجامعي، كنت في الرسم وفي التصوير. تمام، طبعا قسم النشاط الجامعي هذه من الاقسام الحلوه بكل كان، مش عارف تعرفه ولا لا، في جامعه قرينوس. لا والله عمري ما خطمت حتى عليه. فكان في التمثيل والمسرح والغربي والشرقي العزف وكل شيء، فكان عندي علاقات مع مخرجين يعني نعرف بعضنا واصحاب وكذا. فخطر في بالي اختي مودة، طبعا تعرف مودة بوشناف تكتب، فكاتبة قصة. هي قصة رعب في يوم واحد أحداثها، شفت عاد الراكور والقصص هذين. فخذينا إذن مركز متفوقين لأن هم كانوا يقروا غادي، مواد أختي كانت تقرا غادي، واستعنا بطلبة وخذيت كاميرات من أصحاب اللي في قسم الجامعي وساعدوني، منهم أستاذ خالد ناجم كان وقتها في القسم، وكان في واحد الله يرحمه اسمه وليد العبد. ساعدوني، عطوني شوية أفكار كيف تدير الراكور، كيف تصوري، كيف كذا. أنا الكاميرامان والمخرج وكله، وصورناها بالكامل في مركز متفوقين. مش عارف ما نتذكرش قضت ممكن شهر أو شهرين، بس كانت في 2005 هي في الصيف صورناها ودرناها على سي دي ودرنا لها احتفالية وأشياء زي هذه، ودروا معنا حتى لقاءات صحفية على هني، صحفية مكتوبة يعني. ما كانش في يعني أنا بصراحة بس كانت تجربة حلوة بكل يعني. أكيد تونا ما نتفرجوا على النسخة على السي دي هي، بس يعني ما طلعتش طبعا تعرف يعني مش في سينما. لا السينما عندها يعني. أنا بصراحة مي نحيي فيك الروح المبادرة والنشاط هذا يعني، ما شاء الله عليك عندك وقت تصوير، دراسة قانون، إعلام، كتابة، إخراج، وين تلقي في الوقت هذا؟ ما كل مرحلة وقتها. بعدين اللي أساس هذا كله كله، بس بش ما بش نكون يعني نقول كلمة الحق أو رد المعروف، ان الاساس هذا كله بابا وماما هم اللي يدفعوا فينا قدام. تجي فكره مثلا، ممكن اولياء امور اخرى يستخفوا بيها، مثلا طفله او ابنه او بنتها تجي تقول والله انا عندي فكره فيلم بنصورها عندي، انت ولا بتجيب الكاميرا منين، انت قاعمزي ولا اني فكينا ما شو تسحبي روحك ولا فاهم. لا بابا وماما طول الوقت اي فكره من افكارنا نحن دائما يدفعوا بينا قدام، وهذا اللي نتمنى كل الاهل يعني بصراحه ما يستخفوش باي فكره من افكار ابنائهم. ونفس الشيء المفروض ندير شيء هذا مع بنتي يعني، ف يا المفروض ان اي فكره ادفعوا لقدام بيها. بدوري برضو نحيي بابا وماما، تحيه كبيره لبابا وماما علي. مي خلينا نحكوا على الأنشطة والمهرجانات اللي نظمتيهن مجموعة يعني، ما نبيش نقولهم بالترتيب، لكن في تذوق واحد، في سمارتي، في سبيزا، في تذوق اثنين، مش عارف إذا مينيرفا. كيف جن الأفكار هذين وشنو كان الغرض من أهل الأنشطة هذين؟ هو الغرض الوحيد ان احنا ما عندناش خيارات ترفيه واجد في بنغازي طبعا، فكان لازم ان احنا نديروا المناشط هذه. اما كل فكره مهرجان كانت بروحها يعني، ما نقعمزوا نفكروا كمجموعه، وتو حاليا الحمد لله يعني قعدنا مجموعه كبيره جدا، قعدنا شركه تفاصيل، الشباب نحييهم من هنا بصراحه، جنود شباب من اروع ما يكون، ناس ممتازين جدا جدا، عندهم شغف، عندهم حماس، عندهم إبداع، عندهم برضو حب لمدينتهم يعني، بيوروا الوجه الحسن منها. فكل مهرجان في المينيرفا النسائي، في العائلي اللي هو مثلا تذوق، في الأطفال اللي هو سمارتي، وقريبا إن شاء الله حنديره، حكيت لك عليه حتى المرة اللي فاتت في المداخلة، اللي هو درفت يس اللي هو فرينمان، وإن شاء الله حيكون هو كما مفروض شهر 11، لكن نحن أجلناه نظرا لأن كان اختيار خاطئ شهر 11 عوامل جوية، فحنخلوه إن شاء الله على بداية السنة الجاية مع انتهاء موسم الشتاء. وفي حاجات اخرى مفاجأة جديده ان شاء الله برضو على بدايه الربع الاول من السنه يعني جديده ان شاء والله الله. انا واحد من الناس مبسوط جدا بهالانشطه، بس حصلت نقد واجد على موضوع الشيف شربيني، اللي نوجه له تحيه طبعا للشيف شربيني. في ناس قالت يعني الفلوس اللي نصرفها ليش ما نصرفها على كذا، وليش ما ندرنش في كذا. انا نبيك توضحي للناس ان كيف جاء فكره شربيني وشنو الغرض، ان الموضوع يعني مش اشرحي لنا يعني. هي فكره الشربيني جت ان نحن
ملينا ونحن نحكي على القنوات، ملينا ونحن نحكي حتى ما تطلع في مطار معين تحكي انا ليبي، بالله كيف الاوضاع عندكم، الاوضاع عامله ازاي عندكم، ويقدروا يشعروك بالشفقه انكم انتم مساكين قاعدين تموتوا غادي. لا نحن قاعدين عايشين وقاعدين بدايه حياه وبدايه اعمار وبلاد امنه وبلاد سيف. كيف توريهم انت تقدر تحكي انت كليبي ما حدش حيصدقك، لكن لما تجيب حد من برا وله تاثير على المشاهد وعنده نسبه مشاهدين كبيره وعنده يعني شو يقولوا له قاعده جماهيريه كبيره في الوطن العربي كله وبرنامج يومي ويكون هو شاهد العيان عندك في بلادك ويشوف كل حاجه بعينه، هنا خلاص انت هذه اسمها القوه الناعمه يعني لازم نستخدموها. فمن هنا اخترنا طبعا هو كمان رجل تذوق فلازم حد في مجال الاكل، فاخترنا اختيار دقيق اللي هو كان شيف شربيني، وبصراحه كان انسان منتهى الذوق انه هو على طول وافق، يعني ممكن غيره يتردد يسمع مجرد اسم ليبيا يتردد انه يقول لك، برضو هم يسمعوا في الاخبار والصوره اللي للاسف سلبيه قاعده في الميديا، لكن هو على طول استجاب يعني صراحه. اما فالناس لازم تعرف ان هذه حاجه في صالحنا مش حاجه ضدنا، ونحن مش دايرين شو، مش دايرين مثلا ضيع وقت، نحن لا عندنا هدف معين. والا ما كانتش صراحه الجهات العليا اللي بصراحه اعطتنا الموافقات كلهم ووقفت معانا كانت توافق، وكنتم موفقين جدا في 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 اللي درتوه. ايهاب وحمد بيني تفضل استاذ حمد، تقدر تقول ما بدل كلمني. تفضل استاذ، عندك سؤال ولا عندك؟ لا مش شورك مش يعني هذا شور الماكله فحيسلك على شربيني يعني. لا لا تمنيت اني كنت يعني احد الناس اللي تشارك في المهرجان، وشكرا جزيلا يعني مي انك الانشطه هذه تمارسي فين في مدينتنا بنغازي لغرض الترفيه وتغيير الاجواء. الناس فعلا زي ما قلت في البدايه النفسيه محتاجين نغير نفسيتنا من الاجواء اللي كنا فيها، وشكرا جزيلا مي والله، وان شاء الله نكون بارك الله فيك. لا معناها حتى لا نقول لها شكرا جزيلا. هو الشكر حقيقه لكل الجهات اللي قامت معنا وقفت معنا الداعمه، والجهات سواء العامه او الخاصه بصراحه، كل الاعلام اللي وقف معنا يعني حتى انتم لما غطيتوا كل وسائل الاعلام، هذه الرساله اللي احنا كنا متكتفين باش نطلعوا بالصوره، مش مجهود شخصي هو مجهود جماعي. بالضبط، انا ديما نقول فيها ان احنا سلسله لازم الحلقات كلها تجد موصوله ببعضها باش نقدروا طبعا نكونوا متمسكين. شنو نقول مي، انت شنو عندك هيك اي رساله او حاجه حابه تقوليها؟ انا حابه نقول اي حد عنده فكره يؤمن بها وحلم يؤمن به ويسعى، لان مفيش حاجه حتجي لعندك لو انت ما تمشيش لعند السوق باش تشتري حاجتك، مش حتجيك تمام، مش حتجي تدق باب حوشك. فانت اسعى بس، وجدين عندهم افكار وعندهم احلام وعندهم حتى مقترحات مكتوبه على ورق بنشوف فيهم، للاسف يقول لك لا انا خاف مش حيعطوني مش عارفه شو، مش حنلقى دعم مش حنلقى منظر ايه، لا دق الابواب واسعى والله حتلقى من يؤمن بك. لازم يكون في ايمان، لازم لازم في ايمان وفي اراده وفي تحدي، وبالذات الشباب يعني وفي مي وفي مواده. لا والله انا نحييك، وانا واحد من الناس اللي متابعك وندعمك حتى ولو بكلمة، استمري وأنا عارفك من النوع اللي أنت ما تعدليش على السلبيات، ناجحة في كل خطوة أنت تخطيها. نغير جونا ومع بعضنا حنلعبوا لعبة. مي لعبتنا هذه مسمينها منصة شو، حنسألك مجموعة من الأسئلة، كل سؤال جاوبيني عليه ب يعني إجابة ما تتعداش الكلمتين ثلاثة. كلمتين ثلاثة؟ نعم تمام. تحدي هذا فرحة يعني في شوية فلسفة. رابعة عادي؟ لا 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 ما أول تدي لك واسطة، ما تعديش عليه بكل حمد تمام. أوكي. الحلقة هذه بالذات. دولة تحبي تزوريها؟ تايلاند. تايلاند شهر أربعة ماشي. الجو ما ترطب لناش الجو شوية. أيوة السلام عليك. عليك أيوة الجو الأشباح اللي تدير فيه لنا. شخصية تمني تلتقي بيها توا؟ سؤال محرج. مش مشكلة عادي. ميرا بنتي ربي يحفظها. ربي يحفظها. أمتى مي بوشناف تحس بالخوف؟ خوف
اوكي لما نركب الطياره اللي هو ديما. كلمه من تعرفيها او كلمه تعرفيها من لغه غير العربي وغير الانجليزي هيك كلمه جمله جمله با ايش لي بديش اللي هي I love you بالألماني. يا سلام يا سلام. هذه برضو البنتي. لا اليوم ميرا وفدة لحسن جو كله. طبعا أصلا كنت أحكي معها قبل الحلقة. هل شايفة أن الراجل والمرأة متساويين؟ ما نحكيش من ناحية قانونية بس هل الراجل والمرأة متساويين؟ من اي ناحيه بهذيك مش بالقانون يعني مش انا يعني بصراحه انا ديما الناس ما على لا المساواه بين رجل ومراه لكن وين يجي طابور المراه تبي طابور بروحها يعني ف لا مش مساويين. هل تقدر المراه تعيش دور الراجل والراجل يعيش دور المراه؟ طبعا لا الثانيه لا بس الاولى الاولى ايش معنى الراجل ما يقدرش لا ما يقدرش في فانكشن زياده يعني المراه تقدر تاخذ دور الاب ودور والله عشان انت ضيفتنا مش حنردوا عليك بس انت ديما ترد علي في المنشورات بتاعي على الفيسبوك. حاجه في طبعك خاطرك تغيريها؟ في طبعي خاطر نغيرها عصبيه. عصبيه شويه طبعا ركزي مع كاميرتك لان تعبير وجهك مهمه جدا في حاجه درتيها وندمه عليها؟ ندمه عليها ولا حاجه ولا حاجه ممتاز. حاجة في طبعك تتميزي بها؟ الإصرار. والله كنت حنقولها أنا. لو كنتي مخترعة شنو الحاجة اللي تمنيتي إنك تكوني أنت اللي اخترعتيها؟ جهاز نحط فيه وجهي يدير لي مكياج على طول. تلفزيون ولا الإنترنت؟ إنترنت طبعا. كلمة أخيرة من المنصة بطريقة مي بوشناف للمشاهدين. للمشاهدين امسك في حلمك امسك في حلمك يس شعاري حتى في الشركة عندنا مي الوقت جراء وانا مبسوط جدا وكل اللي موجودين مبسوطين بوجودك معانا اليوم كانت حلقة جميلة وفيها تحدي وفيها أمل وفيها رسالة جميلة حاولنا نوصلوها من خلالك مثابرة دائما نفتخر بيك بنت بلادنا تسلم شكرا كلام واجبك علي كبير والله شكرا زهير بجد لكن في وجدين عندهم نفس الأفكار حجبزي بدنا نفض غبار وحيطلع إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مشاهدينا كرام هيك كانت حلقتنا اليوم مع صديقتنا وأختنا الإعلامية الراقية مي بوشناف طبعا على أمل أن نحن نتلاقوا معكم الجمعة الجاية في حلقة جديدة وضيف جديد مسك الختام كالعادة موسيقي حيكون أغنية للرائع الراحل ناظم الغزالي بعنوان طالعة من بيت أبوها نسمعوها من الدب ومني لكم تسمعوا على طول طالعة من بيت أبوها رايحة البيت الجيران فات ما سلم عليك يمكن الحلو زعلان طالعة من بيت أبوها رايحة البيت الجيران فات ما سلم عليك يمكن الحلو زعلان قلت لها يا حلوة رويني عطشان مية سكيني قلت لها يا حلوة رويني عطشان مية سكيني قالت لي روح يا مسكين قالت لي روح يا مسكين ميتنا ما تروي العطشان طالعة من بيت أبوها رايحة البيت الجيران فات ما سلم علي يمكن الحلو زعلان قلت لها يا حلوة رويني وعلى طولك فرجيني قلت لها يا حلوة رويني وعلى طولك فرجيني قالت لي روح يا مسكين قالت لي روح يا مسكين قولي زرع وريحان طالعة من بيت أبوها رايحة البيت الجيران
رجيلي قالت لي روح يا مسكين قالت لي روح يا مسكين عيون عيون الغزل